يقول السائل: كيف نعتبر بلوغ القرآن قيام للحجة مع أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يفهم اللغة العربية وقد لا تصله ترجمة صحيحة لمعانيه؟ ما يحتاج ترجمة، هذا عربي والقرآن عربي، والشرك واضح نهي القرآن عنه، الشرك والكفر هذا واضح نهي القرآن عنه، الربا، الزنا، هذه واضحات ما يحتاج إلى، كل يعرفها من العرب، من العرب ولو كانوا عوام يعرفون هذا. نعم.